مزيد عن ذلك معنا من مأرب مراسلنا شادي شلالة. شادي، ضعنا في تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت رفع أعلام دول التحالف على السد. اللحظات الأخيرة كانت لحظات تستمر فيها العمليات العسكرية، كانت العمليات العسكرية متواصلة تحت غطاء مدفعي وتحت غطاء أيضا من الطيران ومن القصف الطائرات الأباتشي التي كانت تمشط المنطقة، تمشط ما تبقى منها من جيوب. اتجه رجال من جنود التحالف ومن أيضا من قوات اليمنية، إن كانت موالية إن كانت للجيش أو حتى من المقاومة، اتجهت باتجاه السد سيرا على الأقدام لتمشيط المنطقة بشكل كامل، بما أن كان عدد كبير من القناصة يتركزون في عدة مناطق مطلة ومشرفة على السد. تم تمشيط هذه المنطقة بشكل كامل حتى الوصول إلى السد، سد مأرب، ورفع العلم هناك. تم رفع العلم الإماراتي، ثم تم رفع علم التحالف أيضا، علم البحرين وعلم السعودية تباعا، وكانت كلمة منها لنائب القوات الخاصة المشتركة، ثم كلمة لأحد قياديي المقاومة على هناك على مشارف السد، وكلمة أيضا لمسؤول عسكري سعودي ومسؤول عسكري بحريني. تحدثوا تقريبا، ملخص ما قالوا هو أن هذه العملية هي عملية رمزية، هذه العملية لها خصوصية أيضا بالنسبة لأهالي اليمن وبالنسبة أيضا لدول التحالف وبشكل خاص بالنسبة لدولة الإمارات. معلوم أن سد مأرب في العام 92 بعد الفيضانات الكبيرة التي شهدتها اليمن، هذا السد تم ترميمه من قبل الإمارات العربية المتحدة في العام 94، تم وضع حجر الأساس من قبل الشيخ زايد، ثم في العام 96 تم إنشاء هذا السد وتم العمل به، ومرة ثانية أيضا تم تجديده عام 2002. إذن رمزية خاصة لهذا السد بالنسبة لدول التحالف، أهمية استراتيجية لهذا السد لكونه في كل مرة تأذى أو تصدع سد مأرب كان هناك تغيير ديموغرافي كامل في محيط السد. هذا بالمختصر ما حصل اليوم، الصور تصلكم تباعا إلى غرفة الأخبار. طيب شادي، كيف تفاعل أهالي المحافظة مع هذا الإنجاز وأيضا المسار العسكري الذي تحقق؟ هذا يوم ينتظره جميع الأهالي هنا، لا سيما الأهالي الذين كانوا يقاتلون في مقدمة القتال. بصراحة كانوا هم من قاتلوا، هم من وصلوا إلى الجبال، هم من صعدوا إلى الجبال. قوات التحالف كانت تؤازر هؤلاء، كانت تدعمهم، استقبلوا هذا بكثير من الترحيب، احتفلوا أكثر من قوات التحالف التي كانت تؤدي واجبا بطبيعة الحال، كانوا هم من يحتفل إلى جانب قوات التحالف ورحبوا بطبيعة الحال بهذه الخطوة باستعادة السد الذي يعتبر هو أيضا ملكا لهم. يعني الناس الذين قابلناهم يقولون هذه المنطقة لي، هذه تخصني، هذه منطقتي. أشكرك إذن من مأرب مراسلنا شادي شلالة.